طيب الناس لما بتيجي تلجأ لهذه الأشياء بتبقى كل هدفها إنها يا إما تطول شعرها وتقله يا إما يزداد النعومة. طيب التصالح مع نوع وفتلة الشعرة أعتقد ده بيفرق كتير جدا مع نفسية المرأة ونفسية الرجل أو نفسية الأطفال اللي قد تلجأ لهذا الموضوع. هل فعلا في حاجات ممكن تساعد خارجيا على ان الشعر يبقى اكثف ويبقى اطول ويبقى افضل، ولا الموضوع كله بيخضع ليه محتاج انواع من التحاليل الدم لمعرفه اذا في مشكله في الدم او في مشكله انيميا او تساقط وراثي او ايا كان؟ تمام، احنا عارفين ان الشعريه بتطلع زي ما حضرتك قلت من شويه، بتطلع من حاجه اسمها بصيله الشعر. هذه البصيله بتتغذى بالدم من الجسم. لو في مشكله في الجسم ده بيقول ان في مشكله فين؟ في الشعر نفسه. نعم. في 6 اسباب تقريبا بتسببهم في ان الشعر يبقى طولها بيقل، بيحصل تساقط، الشعريه هايشه، الشعريه ضعفانه. رقم 1 فيهم الاكل. كل الناس اللي عندها مشاكل في الاكل عندها مشاكل في الشعر. لذلك الناس اللي بتعمل دايت بشكل قاسي او الناس اللي عملت عمليات تكميم او عمليات تحويل مسار اثرت على امتصاصهم للاكل، كل الناس دي عندها مشاكل في الشعر. فقدان عناصر غذائيه معينه يعني؟ بالظبط، زي ايه؟ زي الخضار، زي الفاكهه، زي البروتين، بروتين اللحوم، الفراخ، البيض، الالبان، البروتين النباتي، دول مهمين جدا جدا لتغذيه الشعر. تاني سبب رئيسي بيأثر على الشعر التوتر، وساعات بيحطوه رقم 1. يجي حد يدخل في مود توتر كده يحصل معاه تساقط شديد للشعر، فلازم نهتم بالنقطه دي قوي. في بعض الفيتامينز مهمه جدا للشعر، على راسها فيتامين دي وفيتامين بي. فيتامين بي لو ناقص بتعوض عن طريق الاكل، فيتامين دي لو ناقص لازم نعوضه عن طريق ان احنا بناخده من بره وبنتعرض للشمس في اليوم على الاقل ربع ساعه. وحتى لما بينقص وبنعوضه بادويه بعد شويتين بيرجع ينقص تاني، فدايما عيننا على فيتامين دي. الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونات او اختلال في الدوره الشهريه دول برضو بيكون عندهم مشاكل في الشعر فلازم تتصلح. مشاكل الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان ده برضو بيأثر على الشعر. فمهم جدا اعوض الحاجات دي، اتاكد ان مفيش انيميا، اتاكد ان مفيش نقص حديد، اتاكد ان مفيش نقص مخزون حديد، اتاكد ان مفيش كريم سحري هيدبت الشعر ويطلعه وينعمه ويلونه. مفيش حل سحري، لازم كل حد ربنا خلقه له طبيعه. الشعر اللي هو الناعم او المفرود ده بيكون عنده روابط كبريتيه اقل شويه من الشخص اللي عنده شعر مجعد. كريمات الفرد بتعمل ايه؟ بتكسر الروابط الكبريتيه، كسرنا جزء من بروتين الشعرايه. على المدى الطويل مش هنلاقي الشعر ده، صحيح. الواحد فعلا يتصالح مع طبيعه شعره.